ازيكم يا شباب؟ هنكمل مع بعض ان شاء الله الخطوات بتاعتنا. هنشرح في اللاب في الفيديو ده ال Virialized Life Cycle Manager. ال Virialized Life Cycle Manager هو ضمن ال Virialized Suite. ال Life Cycle Manager باختصار هو المسؤول عن انك بعد بيبقى معمول عشان تنزل عليه ال Virialized Component زي اللوج اون سايت والاوبريشن والاوتوميشن والنتورك اون سايت، تمام. بس بيحتاج ان بيستفاد منه حاجتين، ان انا اقدر اول حاجه اعمل منه ديبلوي او انستول، تاني حاجه اعمل منه بقى الابديت بلانر، الديزايرد ستيت، الابديت فريم وير، الابديت سوفت وير. توضح اكتر يا شباب، هنا الفير لايت لايف سايكل مانجر اقدر اعمل منه انستليشن، كونفيجر كونتنت مانجمنت والهيلث مونيتورنج، ولو عايز اخش الماركت بليس انزل كونتنت ولا حاجه، الانفنتوري سينك واقدر اعمل ابجريد. طبعا من الايدنتي مانجر للورك سبيس وان اكسس، الاوتوميشن، الاوبريشن، اللوج ان سايد، النتورك ان سايد، اند فيرلايز بيزنس فور اي كلاود. كل الكومبوننت يا شباب بستخدم منها الفيلز لايف سايكل مانجر عشان اعملها. يعني الفيلز لايف نفسه في حد ذاته انا مش عايز منه حاجه غير ان هو يساعدني في ان هو يونيفايد اكسس ليا، اقدر اعمل منه ديبلوي وابديت وابجريد ومونيتور للحاجات دي كلها. في صوره برضه اوضح شويه يا شباب. اي نعم، ايه الموضوع مختلف شويه، بس هي دي زيرو انستليشن. اوكي، عملت الانستليشن وامورك تمام. طيب وبعدين عملت الانيشال سيت اب بتاعك من خلال الفيلز لايف سايكل مانجر. طيب وبعدين عايز اعمل هيلث مونيتورنج بقى وكونفيجر مانجمنت. اوكي، دي تو اقدر اعمله برده من خلال الفيلز لايف سايكل مانجر على كل الكومبوننتس. اخر حاجه، طب بعدين بقى عدد من الايام بعد سنه سنتين او 6 اشهر او 5 ايام، يعني ايا كان، نزل باتش عايز اعمله ابجريد لاي واحد من الحاجات دي، اعمل ايه؟ ابجريد باتشنج من الدي ان من خلاله. فالفيلز لايف سايكل مانجر يا شباب هو فقط تولز مفيده ليا للكومبوننتس الاخرى الفيرلايز سويت، فهي اول خطوه مهمه بالنسبه لك لمعرفه اي حاجه خاصه بالفيرلايز سويت. ماشي، هنخش على موقع في ام وير وهنخش على بالاكسس بتاعك، بعدين تخش على برودكت اند او برودكت اند اكونت، تدخل اول برودكتس، تخش على جوه اول برودكتس دي، تفتح معايا، تقعد تنزل لحد ما تخش عند الفيرلايز هنا، وتخش تقول له انا عايز اعمل فيرلايز سويت. اوكي، انا مش عايز حاجه محدده، انا عايز فيرلايز سويت. وقت بتخش عليها هيفتح لك الصفحه ديت، هتقول له انا عايز جوه الفيرلايز سويت هنا، يجيب لك بقى الكومبوننت عايزها فيرجن كام، 2019 2000 يعني اني فيرجن انت عايزه. فالناس نجيب احدث حاجه 2019، هيقول لك انا عندي دلوقتي متاح فيرلايز لايف سايكل مانجر 8.8، تمام، وفي اوبريشن 8.6.3، ولوج انسايت 8.8.0، تمام. طبعا الفيرجن حسب بالنسبه لك، حسب الايه، حسب اللايسنس. لو عندك الستاندرد، طب لو ادفانسد تقدر تنزل مع اللايف سايكل مانجر الاوتوميشن والايه والاوتوميشن سولت ستاك كونفيجريشن والاوركستريتور ابلاينسز. طب في الانتربرايز بقى تقدر تنزل معاهم ايه كل الاوبشنز ديت بالاضافه ايه للفيرجن بتاعتها. طيب مبدئيا احنا نروح ننزل فيرجن، احدث فيرجن خالص، نزل لسه 28.4، هنقول له جو داونلود ونعمل له ايه داونلود، تمام. هنيجي نقول له داونلود، هنا عندك ايه الفيرلز لايف سايكل مانجر 8.8 از انستور فور فير اي ان في اي دي ام، يعني هيبقى ينزل، هيبقى فيه كل الكومبوننت اللي انا عايزه، تمام. انا ممكن انزل الفيرلز لايف سايكل سويت نفسه بس، ماشي، وبعد ما انزل جواه اقدر اخش اقول له هات لي من على النت بقى ايه الابديتس اللي انا عايزها. ده لو انا عندي اوريدي فيرجن قديم وعايز اعمل له ابجريد، فاقدر انزل ده اعمل له ابجريد لو انا النت عندي فيه مشكله. فانا مبدئيا هشتغل على الفيرجن الصغير ده، ومن جواه الحاجه اللي انا عايز اعملها اقول له اعمل لي داونلود ليها، ماشي. فانا اروح اقول له داونلود ناو، ويقول لي ايه الاكسس بتاعك. بعد ما عملت الاكسس بيتاكد من الاكسس بتاعي، يقول لي بقى انت موافق على الاند لايز الاند يوز لايسنس مانجمنت، اقول له ايوه اكسبت، تمام. يبدا يعمل لها داونلود زي ما انتم شايفين كده. والمهم جدا يا شباب في اي حاجه في ام وير برودكت، انا اخش على اكتف دايركتوري وعلى دي ان اس وانشئ ريكورد خاص بالفير لايف سايكل مانجر، اقول له في ار ال سي ام 01، تمام. هيقول لي طيب الاي بي ادرس ايه، هقول له مثلا 7.2.16.11، فلنقل مثلا 80، ونقول له ايه اد، يقول له تمام. التست اللي عملناه عشان نكتب اي حاجه بالفي ام وير، نكتب انس لوك اب، بعدين نكتب الاي بي بحيث نجيب لنا النيم والعكس، تمام. نكتب الاي بي، احنا قلنا له 80، تمام. شايف الاي بي وشايف النيم واداهولنا مظبوط، تمام. ممكن اعمل الريفرس، مهم برضو بس ايه، تمام تمام كده الفورورد والريفرس شغال معايا، تمام كده اموري تمام بالنسبه للدي ان اس. تاني حاجة اروح الداونلود تم معايا، الفايل موجود اهوت اللي احدث فيرجن بالنسبة لي. انا عندي فيرجن قديم لكن ده احدث حاجة لسه نازلة حالا بالوقت بتاعي.
حاجة تانية عشان أشغل ده يا شباب، بالنسبة لي أنا لو على ويندوز 7 زي ما أنا شغال دلوقتي مش هعرف أشغله مباشرة غير برنامج زي باور ايزو، لكن لو دخلت على ويندوز سيرفر تاني فالاي بي ادرس بتاعي بتاع الويندوز 7 بتاعي هو، عرفت ان هو 179، هروح على ويندوز سيرفر، الويندوز سيرفر ده هفتح الران واكتب له الاي بي ادرس بتاعي اخر 79 سلاش سي عشان يدخلني على ستيم مباشرة. لو معايا كريدنشال يفتح معايا ويدخلني بما اني في نفس النتورك، عكس اروح على من الويندوز 7 نفسه اعمل تو باك سلاش اهو زي ما انتم شايفين واروح على ستيم مباشرة كده. انا دخلت هناك اروح على ريسورس فايلز واقدر انزل له مباشرة الايه الفيرلايز لايف سايكل مانجر، هنا ناخده كوبي من عندي دولود يا شباب. الفيرجن برضو القديم والجديد موجود، انا عندي القديم كنت منزله في شهر 5 ده لسه منزله حالا. بعد ما ينزل مجرد ما تعمله له طبعا هينزل هنا، انا هشوفه الناحية التانية في الويندوز سيرفر. لو انت عندك ويندوز 10 او فما فوق مفيش مشكلة هيشتغل معاك خلاص، فانا بس مش عامل اكسس من الناحية التانية فعامله بالناحية دي الويندوز. خلاص دخل دلوقتي هقدر افتحه من هنا، هبحث عن الملف اللي انا نزلته هلاقي الفيروس لايف سايكل مانجر هو احدث فيرجن اللي نزله النهارده، دبل كليك اوتوماتيك هيروح معايا هنا شايفين. فدي خطوه بنعملها في ايه في اي حاجه تبع ويندوز سواء الفيروس لايف سايكل مانجر او حتى الايه الفي سنتر. كليك يا شباب موجوده اهي، نخش على اليو اي انستولر على الويندوز شبيه بالفي سنتر يا شباب. هنروح على الفي سنتر على الانستولر هنا، نقول له لايت ونقول له اوكي نبدا انستليشن. بنعمل دبل كليك بيفتح معانا نعمل انستول، بيجي معانا الانترودكشن يقول لنا ادي هتعمل فيروس لايف سايكل مانجر 8.8 اخترناه، نقول له نيكست، هيقول لي اكسبت اللي هو ايه اللايسنس، لكن هنا بيقول لي اكسبيرينس ان انا هبعت لفي ام وير كل الاخبار عشان الامبروفمنت بتاعتك، فانا ما بفضلهاش، لو انت عايز تعملها تعملها. هنا بقى لو تلاحظوا هو جاب لي النيم مباشره بتاع الفي سنتر، ودي بج بتعمل مشكله وبحثت فيها، فبما اني عامل ديبلوي قبل كده للفي سنتر بتاعي فهو اعتبر ان ده في سنتر لان نفس الايه الطريقه بتاعته، فيفضل انك تعمل الكلام اللي انت هتعمله دلوقتي ده في الهوست فايل جوه الويندوز سيرفر اللي بتعمل منه ده. ماشي هوريها لكم، اروح على السي اقول له انا عايز اروح على البروجرام فايل، لا ويندوز ويندوز سيستم 32 درايف درايفرز اي تي سي هوست تمام، وجواه اقدر اضيف الفيرلا لايف سايكل مانجر بالنسبه لي بالطريقه اللي انا عايزها. فانا هقول له هنا انتر واقول له الاي بي ادرس اللي احنا عاملينه دي تقدر تحطها في اي جهاز عندك، بس هنا بما ان عملنا الفي سنتر فعمل مشكله، فانا هقول له فيرلايز هنقول له مثلا 01 وهكذا، ونقول له طبعا دوت لاب اس اي هو نفس الركبه اللي عملنا في دي ان اس على فكره مفيش اي مشكله اهو، بس هي الفكره ان انا عشان هو واخد النيم بتاع الفي سنتر مباشره فانا عشان احل المشكله ديت احطه هنا. خلاص المشكله بقى خلاص نعمل كانسل ونكنسل ونبدا من خالص من الاول. احنا قلنا رحنا على الماشية على الدرايفر ويندوز، نبدا من جديد انستولر انستول مش ميجريت، طبعا ميجريت لو انا عندي فيرجن قديم او عايز اعمل له ميجريت لحاجه تانية دي مش عايز اعملها، اكسبت نيكست برضو جايبها هنشوف هيظبط ولا لا معانا. اليوزر نيم انا الغلطان يا شباب، هو على فكره عايز الفي سنتر اللي هيرمي عليه وده مظبوط مشكله مش هيخسر احنا عملناها، هو كده كده اللي ايه هيقول لي هعمل فين الديبلويمنت، يعني اقرا كويس هنعمل ايه التارجت ديبلويمنت يعني هحط عليه اللي الديبلويمنت بتاعك فين، هقول له ايوه عمل انتجريت مع الفي سنتر لا مظبوط، قال لي على الداتا سنتر بتاعتك ديت هقول له ايوه، على الكلاستر ده هقول له تمام، هقول لي على اني ستورج هنقول له على إيه عندنا في واحده بتاعت 22 مش ظاهرة في صفحة تانية يا شباب اهيت، هنقول له خليها سن معلش، يقول لي فيها فري 300 هقول له كفاية، النتورك بتاعتك هقول له خلينا في الفي ام مانجمنت 16.0 دي اهيت في ام 16.0، الاي بي ادرس بتاعها السبنت ماسك تمام مظبوط، الجيت واي كل الاي بي ادرس دي مظبوطة بالنسبة لي لانها الديفولت اللي انا عاملها بكده في الجهاز. عايز الباسورد بتاعي يا شباب بتاع الروت، الروت بتاع الايه الفيرلايز لايف سايكل مانجر نفسه، الباسورد نقول نيكست هيسميها ايه، انا ممكن اغير النيم ده اخليه اختصار. المعلومات ظبطتها، الاي بي ادرس اللي حطيته والنيم اللي حطيته فيرلايز لايف سايكل مانجر في دي ان اس لو انتوا فاكرين ده حطيته تاني. اكمل
طبعا هنسيب كل حاجه ديفولت تاني، بس ده النيم الديسبلاي نيم اللي هيظهر لي عندي لما اعمل ديبلوي في الاخر، وده الاي بي ادرس. لو تلاحظوا جاب لي معلومات الاول، لان انا كنت عامل ديبلوي قبل كده من هنا على فيلا لايف سايكل داني، بس عشان ده عامله للشرح فجاب لي المعلومات القديمه، فقلت له لا انا ايه محفوظ طبعا عنده في الايه في الكوكيز. مراجعة على السريعة اهوت، احطه على الفي سنتر، ده الانترفيس اللي احطه فين البلد بتاعتك، واخد النيتورك بتاعك كده، الاي بي ادرس بتاعك، الجيت واي والدي ان اس اهوت، الدومين والان تي بي بتاعك كذا. طبعا الحاجات دي كلها لازم يكون معموله كونفيجر يا شباب، يعني لازم يكون الان تي بي عندك ولازم الدومين يكون جاهز. المعلومات ديت بديهيه انا شارحها في اللاب في الخطوه اللي فاتت، تقدر ترجع لها. خلاص الفيرلاس نفسه بقى قال لك الديسبلاي نيم عندك الفي ام هيبقى اسمها كذا، الاي بي ادرس كذا، والهوست نيم الفلوكرافيت نيم هيبقى ايه، في ار ال سي ام 01 لاب دوت اس اي. الباقي هنا ما عيرتش فيه، نقول له سبميت ويبدا يعمل ديبلوي. نقدر نتابع اللي بيحصل ده من خلال الفي سنتر بتاعنا. نروح نرجع هنا للفي سنتر، هنشوف بدأ يبدأ يجيب لي، وعلى فكرة انا عايز اعمل ديبلوي لاو في اف تمبلت برضو، عشان عملت الموضوع ده ممكن ما يظهرش معاكم بس ظهر معايا لاني عملت ديبلوي اكتر مره، فقال لازم تضيف الهوست اللي هتعمله هنا عشان هو مش عارف يظبطه. فانا هروح على نفس الفايل اللي تركوا عليه اللي هو ده، اللي هو على في اللوكال على ويندوز سيستم 32 درايفر اي تي سي، نخش على الهوست ونضيف الهوستات بتاعتنا بالصيغه بالاي بي ادرس بتاعها عشان تظبط معانا، حتى على الايست اتليست بس الهوست اللي هترمي عليه اللي هي الكونفيجر. وعملت اضيف ده اهوت، ضيفته تاني، هو اوريدي طبعا موجود عندي في الدي ان اس ده اساسي، بس بما اني عملت بلوك اكتر مره فده عامل له لخبطه، فايه قال لي لا ضيفه لي عندي في الهوست عشان يحل المشكله. ده اللي هو الورك اراوند، يعني زي ما احنا قارينا هنا يا شباب دي ارتكل، قال لك ده ايه ريزوليوشن اهو او ورك اراوند، تقدر تحل المشكله مؤقتا، خش على الايه درايفر دي اي تي سي على الهوست ديت وايه وحط الايه الاي بي ادرس بتاعك مع الريزولفر بتاعه، نعمل ديبلوي تاني ونجرب. تمام بيظهر الايرور زي ما انتم شايفين كده يا شباب، ولما تيجي تعمل ديبلوي ما بيلحقش، يعني مجرد يحصل مشكله ويقول لك فيلير، يقول لك لو عايز يقرا على المكان بتاعها. فاحنا خلاص عرفنا المشكله فين ومفترض حليناها، واحتياطي هنروح نقول له ايه فلاش دي ان اس. تمام ونعمل نكمل ديبلوي تاني، نروح نقول له هنا خش على السيستم 32 ديبلوي انستول برضو عادي، ونجي نكست الخطوات بتاعتنا اللي عملناها مره، اكسبت اللايسنس ومش عايزينك نعمل جوين، عملش اكسبت والنكست. هنا جاب لي الفي سنتر، جبت الورنينج ونكمل. الفي سنتر نفسها، الكلاستر نفسه، الستورج زي ما قلنا، الصفحه التانية ظهرت معانا الاتنين تيرا بايت، نقول له خليها سن عشان توفر لنا مساحه تاخدش كلها، نقول له على الفيرشوال ماشين مظبوطه. البورت جروب بالنسبه لنا يا شباب احنا عاملينه اللي هو ده، نكمل معلوماته، نعمل نكست، الباسورد بتاع الروت بتاعت الفيلاج نفسه، المانجر نفسه، كونفيجريشن النيم والاي بي زي ما اتفقنا، والديسبلاي نيم نيكست. هيقول لي ريفيو، نقول له تمام، هيبدأ يعمل ديبلوي، اتمنى هي ما يفشلش، ولو جاب 1% يبقى كده تمام. كده تمام يا شباب بدأ يعمل ديبلوي معانا. انا بس عارف الموضوع طول معاكم، بس انا احب ان انت تبقى عارف الستبس اللي ممكن تعوقك وتحلها ازاي، بحيث ان انت تعرف. انا لاحظ الحمد لله انه سريع وخلص. بعد شوف هنا هو الانستليشن، خلاص الانستليشن تم وبيعمل انشلايزنج وبيعمل النيتورك سيتنجز دان، بيعمل بروسيسنج واحده بواحده. تمام تم هنا الديبلويمنت، نقدر نشوفها. ايوه اهيت، عملها باور اون وشافها زي ما انتم شايفين، واديها الاي بي ادرس، واللي انت عايز تخش عليها تقدر تخش سلاش 80 اهوت. نجرب النيم بتاعه يا شباب في الجهاز، نعمل اكسبت اللي فيه، لاحظ ان هو ايه بيقول لي بوتينج اب، يعني هو شغال عليه بس انا لسه ماليش اكسس، يعني ما اقدرش اعمل اكسس ولا اعمل حاجه عليه، لكن هو ايه ايه الستبس بتاعت ديبلويمنت، وبيقول لك سيبني انا شغال، انا بعمل السيتنج بتاعتي لحد ما اخلص خلاص واقول لك تخش عليه. كده قال لي انا تمام خالص، تقدر تاكسس عندي. نقدر ندخل الرابط من هنا، ندخل من هنا من الويب هنا، او انا اوريدي اكسست من خلال المتصفح الثاني. طبعا هو جاب لي اليوزر نيم والباسورد في الاول خالص، وعملت ادمن ات لوكال والباسورد اللي حطيته في الاول. شوفوا انا دخلت اهوت من الويب هنا من هنا من السيرفر ده، نلاحظ ان هو ايه بدا لي هات اليوزر نيم، وقلت له تقول ادمن ات لوكال ونحط ندخل لوكال يا شباب، نعمل لوجن. انا بس عايز اوريكم ان هو نفس الفكره كده دخل معايا. تمام طيب هنكمل بقى الاكسس بتاعنا هنا عشان بس تبقى الصوره واضحه شويه. ايه اللي عندنا هنا؟ نعمل لايف سايكل اوبريشنز واللوكر والايدنتيتي مانجمنت والكونتنت مانجمنت والماركت بليس والفيلز كلاود.
طيب هنجيب واحده واحده اللايف سايكل اوبريشن، وهنعمل ان شاء الله نشرح حاجه تانية نقدر ننشئ منها الانفايرمنت، ونشوف الداتا سنتر بتاعتنا لو عملنا انتجريشن مع الفي سنتر تلاقي ظهرت اوتوماتيك هنا، ظهر معانا الفي سنتر بتاعنا اللي عملنا عليه احنا دبلوي اوريدي، فهو حطوا لي اقدر استفيد منه. لو عندي ريكويست اقدر اتابعه اشوف اللي حصل فيه والديفولت عندي، واخد بالك، اقدر اشوف الخطوات اللي حصلت بالظبط كده، بشوف التتبع بتاعها. لو عندي سيتنج وعايز اشوف اي حاجه خاصه بالباسورد بتاعتي، سيستم باتش طبعا ده يخص الفي سنتر نفسه، الان تي بي يخص الفيروس لايف سكيل مانجر مثلا نفسه، ماشي. طيب ده بالنسبه للايف سكيل اوبريشن. اللوكر اقدر اعمل فيه حاجتين طبعا، ثلاث حاجات: اللايسنس، احط اللايسنس بتاعتنا بتاعت كل سيرفيس، السيرتيفيكيشن اقدر اعمل جنريت للسيرتيفيكيشن بتاعتنا واعمل لها اساين سواء سيلف سايلنت سيرتيفيكيت او سواء اساين بالمايكروسوفت، نشوفها بعد كده. طيب هنا الباسورد اقدر اعمل الباسورد اللي انا هستخدمها واقدر اعمل لها روتيت بعدين، فانا اقدر لازم اضيف باسورد هنا مسبقا عشان اقدر اعمل لها انستليشن. هنشرح الكلام ده مع بعض من غير الخطوه اللي بعد كده. الايدنتي تينت مانجمنت اقدر اضيف الايدنتي هنا لو بعد ما نخلص الورك سبيس 1. الكونتنت مانجمنت الماركت بليس اقدر ايه اضيف حاجات من النت سيرفيسز وحاجات زي كده، وبيقدر يعمل لي فيتش عليها ويجيبها. طيب الكلام ده كله نعمله امتى؟ ان شاء الله لما ايه نيجي في الخطوات اللي بعد كده، ماشي يا شباب. فاحنا مبدئيا دلوقتي احنا وصلنا لمرحله ان احنا عملنا ديبلوي ودخلنا عليه واظهرنا، نقدر بعد كده احنا عشان نظهر كونتنت عندنا محتاجين حاجه مهمه جدا، الا وهي ان انا الباينري مابنج ده عايز اقول له هات لي من النت. طب ايد باينري مابنج فلازم يكون ليا يا اما لوكال اعملها ابلود الحاجه اللي عندي ارفعها، يا اما على ان اف اس شير احط له بتاعتها، يا اما اقول له من الانترنت. طيب يا باشا من الانترنت خلاص هات لي الاكسس، انا عايز ادخل الانترنت عشان اجيبها. اقول له طيب ايه اوكي خش على الانترنت من هنا وهاتها لي. هنا قال لي ريجستر الاكونت بتاعك عشان اقدر اضيف منه اجيب منه سواء لايسنس او كده، نحط الكريدنشال بتاعتنا عشان يخش على الانترنت يجيب منه الباينريز، او لو في لايسنس ليا او عند الكاستمر اعمل الكلام ده. اضيف الكريدنشال الاول لان اللي حاطه اليوزر نيم والباسورد، فاحط الكريدنشال. فانا عشان ما احطهاش ارجع الاول اخش على اللوكر واضيفها. كويس احنا شفنا الموضوع اهميه الباسورد اهو، نضيف الباسورد هنا ونديها النيم بتاعي برضو. هنا حاجه ما خدتش بالي منها، كنت ممكن اضغط هنا كليك اد ويقول لي حط الباسورد اللي انت عايزها واضيفها لي هناك في اللوكر، بس كويس احنا عرفناها برضو. هنكمل نضيف الاكونت بتاعنا. شباب الاكونت اتضاف عندي سكسسفولي بتاع الكاستمر، اقدر بقى ارجع على السيتنج بتاعتي واشوف انا ضفته ولا لا الباينريز. تمام كبرت كده باينريز، هنقول له احنا عايزين نضيف اد باينريز، هيقول لي بالفي ام وير، اقول له ايوه خلاص بقى ديسكفر. كانت همبت يا شباب ليه؟ لان ما كانش عندي في ام وير، فدلوقتي ده ظهرت عندي فيعمل ديسكفر بقى ويبدا يجيبها لي. تمام لما قلت لكم انا لوكال ليه، انا كنت ممكن اعمل لها الحاجه داونلود واعمل لها ابلود على الفي سنت على الفيلاد نفسه واقدر اسحبها منه واعمل ديبلوي منها، لكن دلوقتي انا اجيبها من على النت مباشره واعمل لها ديبلوي. طبعا في كاستم كتير ما يسمحوش، زي ما انتم شايفين كده على طول جاب لي ايه الايدنتي مانجر مباشره. اللي عايز يعمل ابجريد وانستول، لا انا عايز اعمل انستول، واقول له ايه ده مبدئيا هبدا بيه واشرحه المره الجايه ان شاء الله. جزاكم الله خير، احنا شرحنا مع بعض دلوقتي الفي رايز لايف سايكل مانجر ديبلوي وازاي بنعمل له اكسس ودي ان اس والحاجات الطبيعيه بتاعته، وخلاص دلوقتي بقى موجود معانا واكسسنا عليه. افكركم تاني هو مجرد فيرتشوال ماشين اهوت موجود عندي على الفي سنتر، وقدرت ادخل منه مش هستفيد منه اي حاجه، بدخل منه بالويب بس، ومن الويب قدرت اشوف منه السيرفيسز الرئيسيه ديت. ده مبدئيا لحد دلوقتي، ونشرح ان شاء الله المره الجايه. وتمام انا قدرت برضه ادخل عنه من الاس اتش من خلال الروت واليوزر نيم والباسورد اللي عملناها، وده ايه وفتحت له نت يا شباب، واتاكدت ان النت شغال قبل ما اضيف موضوع الباينريز ده، واخش هنا على السيتنج عشان اسمح له واضيف الاكونت بتاعي اللي يقدر يوصل على الانترنت، بحيث ان هو وقتها اقدر اخش على الباينريز واقول له اد باينريز واقول له من الفي ام وير، واقدر اعمل له ديسكفر زي ما شفنا. ماشي، هذا وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمه الله.